اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نبدا مع حضراتكم اخبارنا النهارده. واولى اخبارنا انه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه استراتيجيه الدوله للطاقه الجديده والمستدامه وكمان التغذيه الكهربائيه للمشروعات القوميه التنمويه. ووجه سيادته بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وأيضا إضافة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما في ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره يمثل مصدراً واعداً للطاقة، مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي بشأن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، خاصة استصلاح الأراضي، وبخاصة في سيناء وجنوب الوادي والدلتا الجديدة، خاصة ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، وذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق ليه. خلال هذا اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات
بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه، أشاد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين. كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين، تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة، والملحق العسكري البوركيني بالقاهرة. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023. ويشترط للأطباء الحاصلين على الماجستير أن يكون السن ما يزيدش عن 34 سنة، أما للدكتوراه فيكون ما يزيدش عن 38 سنة، والتقدير ما يكونش أقل من جيد. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، أبرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات اللي شغالة عليها وزارة الزراعة. كمان أيضا كان في خطط تطوير الهيئة العامة للرقابة المالية، ده غير استعراض محاور المبادرة الرئاسية لتشجير 100 مليون شجرة واللي هيتم إطلاقها خلال الفترة اللي جاية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتابع فيه موقف عدد من ملفات عمل وزارة الزراعة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم المستورد من العجول عالية الإنتاجية. وقال الدكتور مدبولي إنه فيه اهتمام بتدبير السلالات عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المربين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي التقى بالدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط الهيئة في الفترة اللي جاية، وده بعد صدور قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة مهتمة بشكل كبير بدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي اللي بيأتي ضمن أولويات عمل الحكومة. برضه امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع استعرض فيه المحاور الرئيسية الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة واللي هيتم إطلاقها خلال الفترة اللي جاية. وقال رئيس الوزراء إن المبادرة دي بتحظى برعاية سيادة الرئيس في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، وده بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر اللي جاي. وقال كمان إن المبادرة بتستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية. وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو بيوضح استضافة براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم ترفيهي داخل اتحاد الشرطة الرياضي. احنا عايزين أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم أكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد
برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوه جدا. بشكر سياده الرئيس على الدعوه ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا، وخلانا اجي اشوف الناس بتاع اتحاد الشرطه، واتحاد الشرطه كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميله جدا لما رحنا الاسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصوره جدا في دراستي، وبقيت بروح اماكن جديده. الحياه بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي، ما فيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما رحت الاسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل افكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت اصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب ان يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزاره الداخليه على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافه الفئات، بخاصه قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيره بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود. لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة. هنا في الأسمرات في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا. في النادي بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكر للينا ده، وده فرصة للحياة. حق الإنسانية حلم حققه بناه، ورى العالم كله بجد حقيقي. مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه. شكر للينا ده، وده فرصة للحياة. حق الإنسانية مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون بحبكم قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده، الله معاك كمل ويلا احنا وراك. مش متخيلة ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية، وبحبك يا رئيس. فرحانة جدا ان انا جيت قضيت اليوم ده، وموجودة وسط الضابطات والضباط، وفرحانة جدا، وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغيرنا حياتنا لحياة اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرة هي الاولى من نوعها، تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب اهمية يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، ومبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. احتفال
احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأسمرات، وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة أيضا من الأخبار والأحداث المهمة، منها توفير 100 منفذ لبيع الأسماك في 14 محافظة، منها أيضا تسليم 6400 قرض حسن لأصحاب الصناعات اليدوية في سوهاج، ومنها أيضا تنفيذ 593 مشروع خدمي في قرى مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أحداث وأخبار كتيرة امبارح، أبرزها تصريحات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللي أكد فيها إن الوزارة بتسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للتوسع في إقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وقال إنه هيتم توفير 100 منفذ لبيع الأسماك في 14 محافظة بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل. في سوهاج أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تسليم 6400 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجاً من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية. في أسيوط استعرض المحافظ اللواء عصام سعد الموقف التنفيذي لإنشاء 15 مشروع للأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء، وده ضمن المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان في كفر الشيخ قال المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه بيتابع المشروعات الجارية بقرى مركز مطوبس ضمن برنامج حياة كريمة، واللي وصلت ل 593 مشروع في كافة القطاعات الخدمية. في الإسكندرية استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لبدء فعاليات الأوكازيون الصيفي اللي هينطلق النهاردة، وبلغ عدد المحلات اللي هتشارك في الأوكازيون 80 محل، وتم استخراج التصاريح الخاصة ليهم. في بني سويف قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إن عدد المشروعات اللي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل ل 2,061,000,000 جنيه. المشروعات دي وفرت 23,629 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. في أسوان نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بقرية المضيق بمركز نصر النوبة وقرية أبو الريش بحري، وتم إجراء الكشف الطبي على 1991 مواطن مجاناً وتقديم مختلف الخدمات العلاجية في عدد من التخصصات الطبية. في القناة شهد المحافظ اللواء أشرف الداوودي استلام الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي ضمن قافلة المصريين للمصريين، والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومدن المحافظة. في الدقهلية قرر المحافظ الدكتور أيمن مختار النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ل 244 درجة بدلاً من 246 درجة، وده تحقيقاً لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفاً عن أولياء الأمور.